غالبا ما تنتهي الحروب وتترك خلفها مآس كثيرة، شهداء وأرامل ومعاقين، وبعد انتهائها يعود الناس لجمع شتات الحرب. ولكن الحرب حتى وإن انتهت فإنها تترك مخلفات غالبا ما تكون قاتلة، وأخطر مخلفات الحروب هي الألغام والمتفجرات التي تترك لتنتقم من نجا من الحرب. بعد غزوة داعش لمدينة شنغال والإبادة التي حلت، وبعد سنوات من تحرير أراضيها، ما زالت الجهود مستمرة لتنظيف المدينة وأطرافها من الألغام والمتفجرات منذ تحرير ناحية سنوني في عام 2014. مروان وأصدقائه المتطوعين عملوا على إزالة هذه الألغام بجهود ذاتية. از مروان مروان سيدو حسن خلقي خانه سوري ايرو الناحيه سنونينا هكا كدويه دسته داعش دا ناحيه سنونيجي قالك عبو او شاندون الفيدري السنوني دا بشتي تحريرا ناحيه سنوني هكا شاليه في بيش مرغاوان بها تحراندن اجي وكم التطوع كي اساتم الفي شغلي عبو شغليم هكا عبو قالك زافون تشتكي قالك خطر بو خلقي نويرا بيتا مالت خو خلقي نويرا بيتا غندت خو بغرينا غندت خو عبو قالك زافون في يك شوان مال او مالت هكا بشتي تحريرا بيدري مفاكري نزيكا بيسي عبوي جلبي مالت تنيدا بان هردسي غرفه دا داني بون. مئات الالغام التي زرعت في شنغال بطرق عسكرية صعبة وبتقنية ودهاء يصعب على أي إنسان أن يتخيلها، هذه المجموعة الشبابية استطاعت إنقاذ آلاف الأرواح من شر هذه الألغام. غرفة بجوان غرفة كجلك عبودي دا دانيبون الدراها دانيبون كربونا بنتو شكاتا مش هم هكب صردا كربون بس يديد بيجي هر كلاش واير بون هم ديجنة دي محبس البدر داني مو قاعدة بلا كلمة هتجلكوا وتزار وعوانو ملابس ووافي بونا سرت شني تنقوكم هطانا كده ما تخلي ماله جي كده داني مو البدر هم وكل البدر هذه مسيرة كده يا داني مو البدر طبعا هطانا كده عا البدر مسيرة كده جي كالبدر داني مو هكذا يكى بيلي كريتي على ليقة عالقي مسيرة كعثر البدر داني مو. مروان وزميله الشهيد هادي تعلموا إزالة الألغام في إحدى وحدات الهندسة العسكرية بوزارة البيشمركة، وبعد جهد كبير وإزالة مئات العبوات الناسفة والصواريخ المفخخة وقع هادي شهيدا وهو يزيل لغما أرضيا. قرر مروان ترك مصدر معيشته وعمله في إزالة الألغام ضمن صفوف وزارة البيشمركة بعد استشهاد زميله. أو عبيت كمجمان مع لاجي داري خستن طبعا نسيبه ترمبيل وما ترمبيل جينابو حتى خطايا كده متطوع بو أو جي بيش خو بخشى كشيء بدري من شاي شنغالي بو أو جهات بو بس ترى بلاوي هبو حطانا كده مش بدري خلاص كده ما جهادينا جاكي إي أماني هكا مكاري بشتينجي أم بفجري. بعد تحرير جنوب جبل شنغال أصبح للجهد الهندسي في إزالة الألغام دورا أكبر، وأتت فرق متخصصة في إزالة الألغام وكذلك منظمات عالمية تعمل في هذا المجال. امن هل ریا کرسی نه ریا نه برای سنونه و کرسی افجی جا کشوان ووی که دا عشتی دا ابو چاندین ویان ری قطع بکن یک نکار بی بچو بی یان ری قطع کن البر مقاومی ابو یا کربونا شارع عام ده البدرش کربونا ری ده کربونا بان مالید بیالی ده ابو ابو یا که گله گله که مزن بو برمیله که گازه بو من نکاریم درخ نشارعی مجبور موایر کشا داخلی بی خانیه ها حتی نکی ده مکاری بوی ابریش ویدره تحكم ام بفجرين افيك شوان ابوابو قال لك نوعد ابواها ندانين الفيدري شندي داعش ما بالوان مناطق هذا بيتر تطوير ابوات هذا تشيكرين هذا بجمت الناحيه السنوني دنا عيان سنه وعد ابوا مديتن يتهرد بيتري كمسترابون كلاش واير بون ماكنيد بون بس الالية قبلتي جا الشنغالي واندا بيتر تطوير العبودوان هذا تشيكرين بزحمة ترهادنا وكرن معقد ترهادنا وكرن بيتر في شارطن بزحمة ترهادنا. مروان عاد إلى العمل مرة أخرى ولكن ضمن فريق متدرب كبير ويعمل بمهنية كبيرة وبحذر أكبر،
وبدعم وجهد عالمي كبير. بعد 5 سنوات ما زالت مخلفات الحرب تحصد الأرواح.